يا مساء الفل والورد على حبايب قلبي الغاليين. مبدئيا كده وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نحضر مع بعض كتو اقتصادي. المقادير كلها موجوده عندك وموجوده في كل بيت. اتمنى لاول مره بيشوف قناتي يا ريت اشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا شعارات الجديده اول باول، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو. تعالوا النهارده بقى نحضر مع بعض، نعمل مع بعض قلب الجاتو. شايفين البواقي بتاعت اللي بتطلع من الكيك، وهنعمل كمان عملت 6 قطع من الجاتو. شايفين حجمهم، طعمه بقى مش قادرة اقول لكم قد ايه. الكيك هش جدا، طعمه في منتهى الجمال والروعة. اقتصادي، مقادير كلها موجودة عندك. مش هنبالغ قوي في حوار المقادير دوت بالذات عشان خاطر الشوكولاتة او الكريم شانتيه والكلام ده كله. وهقولك طبعا على البدايل. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. يلا بينا على المقادير ونشوف طريقه التحضير. مقاديرنا بسيطه جدا جدا. عندي 3 بيضات من البيض درجه حراره الغرفه، وطبعا لو عندك البيض صغير يبقى 4 بيضات. عندي هنا كمان ده اسبونش، ده بيتباع جاهز من عند العطار. ده سعره كيلو بيبقى 22 جنيه، انا جايبه هنا نص كيلو. عندي هنا كوبايه من الميه، هجيب هنا معلقة من الخل وهضيفه على البيض على ال3 بيضات دولت. طبعا ال3 بيضات انا عندي حجمهم كبير، فانا مش هبالغ في البيض. حطيت كمان رشة من الفانيليا، وممكن كمان تستكفي بالخل بس، طبعا ما بيبانش في الكيك خالص او في طعم الكيك. اللي غير كمان ده كمان بديل المحسن، يعني ما تقلقوش خالص خالص منه. حطيت هنا المية، ضفت المية، وهضيف كمان المكونات الجافة. طبعا الاسبونش دوت بيبقى فيه كل المكونات، يعني فيه البيكنج باودر، فيه النشا، فيه الدقيق، يعني دوت بيبقى جاهز. فيه الكاكاو ده بيبقى جاهز من كل حاجة. حطيت طبعا كل المقادير على بعضها وهضربه بمضرب البيض. لو ما عندكيش مضرب البيض ممكن تضربيه بالمضرب اليدوي. اول حاجة كده هديله تقليبة كده بسيطة، وبعد كده هشغل عليه الخلاط. شايفين عشان خاطر طبعا الدقيق ما يطرش مننا ويبهدل الدنيا كده بالمنظر ده. هخفق فيه طبعا على اقل سرعة، عشان طبعا ما تنسوش كمان الاسبونش بيبقى فيه بيكنج باودر. طبعا الحروف او الحواف اللي هي بتبقى حوالين البولة ببتدي ان انا انزلها كده عشان كل المكونات تكون اندمجت مع بعضها. وطبعا هي اضافة السكر الاسبونش طبعا كمان بيبقى جاهز كمان، وبيبقى موجود كمان فيه سكر باودر، يعني ما تبلغيش في السكر ولا تضيفي له اي سكر لان هو اصلا بيبقى يعني موجود فيه. هخفق كده هتلاقوا المكونات ابتدت تندمج معاكي والخليط ابتدى يتقل معاكي. طبعا في المرحلة دي انا ببقى مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية. طبعا انا ما ببالغش في الخفق، يعني انا بخفق شوية وببتدي اريح شوية برضو المضرب، وببتدي بعد كده اخفق تاني. طبعا بصوا شايفين الخليط ابتدى يفتح معايا وابتدى يتقل. طبعا عاوزه الكيك يبقى غامق شويه، هتحطي طبعا شويه كاكاو لو عاوزه الكيك يبقى معاكي غامق. تعالوا بقى نشوف كده، شايفين الخليط؟ لا مش هو ده القوام اللي احنا عاوزين نوصله. هخفق تاني. انا عاوزه كده شوفي لما بتعملي كده عليه اي رسمه او اي حاجه من فوق، من فوق الخليط بيتساب كده لمده دقيقه ولا حاجه، ده بيبقى تمام قوي كده الخليط تمام جدا. هنا اكون محضره صينيه حاطه فيها ورق من الزبده. لو مش متوفر عندك ورق من الزبده طبعا بتمسحي مسحه من الزبده او الزيت، بس طبعا الورق الزبده كمان في وصفه اي كيك. طبعا هتحشي كريمة، طبعا ورق الزبدة بيسهل عليكي بعد كده لما بتيجي تطلعيه طبعا من الصينية بعد ما بيستوي. ببتدي بقى اوزعه كده، اهم حاجة
ورقة الزبدة، ما ايه ما تروحش وتيجي معاكي يعني، خدي كده حب يعني لحظة كده من الخليط وحطيها بين ورق الزبدة والصينية عشان طبعا تتماسك وتوزعيه كويس جدا. ادي كده الخليط بيبقى تقيل شوية، هحطه في الفرن، هياخد معاكي اقصى حاجة 12 دقيقة، واخد معايا 10 دقايق وكنت طالع كده. شايفين هو فراغات الهواء، مش قادرة اقول لكم بقى قد ايه هش. انا طبعا المفروض بسيبه لما يبرد خالص، بس انا الصراحة كنت مستعجلة عليه جدا. هجيب هنا كمان ورقة من الزبدة وهحطها من فوق وهبتدي اقلب الصينية بتاعتي. اهو بصوا بالمنظر ده، شايفين شايفين وانا بخلع البازيل ورق الزبدة بيتشال معايا بكل سهولة، طبعا بالراحة جدا وانتي بتشيليه. والمفروض طبعا بتسيبيه لما بيهدى خالص، يعني تسيبيه لمدة 10 دقايق ربع ساعة لحد ما الكيك بيهدى، بس طبعا عشان انا كنت مستعجلة فكنت مستعجلة عليه طبعا ايه سبته. انا هنا انا جايبه هنا ب10 جنيه كريم شانتيه، بيبقى سايب طبعا الافضل ان انت تجيبيه خام من عند العطار، وممكن تضيفي له طبعا السكر باودر على حسب ما انت عاوزه. عندي كمان هنا السبونش الشوكولاته اللي انا كنت مجهزاه للجاتو، فاخدت منه شويه كده وهبتدي اللي انا اخفقكم بالمضرب لحد ما لونه بيبقى بيفتح معايا ولونه بيتقل. طبعا المفروض ان انا برضو بشيل الكريمه قبل ما استخدمها، بشيلها في التلاجه، فزي ما انا قلت لكم ان انا مستعجله على الجاتو فاستخدمت برضو على طول. يعني انا سبت برضو الكيك كده هدي شويه بعد ما قطعته وابتديت بعد كده استخدمه. خلي بالكم ان انا قطعت الجاتو انصاص بالمنظر ده، الكيك قصدي، قطعته بالشكل دوت انصاص، وبعد كده ببتدي اضيف الكريمه. وزعيها بقى بسكينه بمسطره الولاد اللي هي بتبقى الحديد دي، اللي حاجه كده بس ايه ان هي بحيث ان احنا نساوي الكريمه. ولو مش هتعرفي طبعا تسويها من جوه الحشوه دي، مش لازم خالص ان انت تقعدي تسوي فيها خالص، لان كده وكده انت طبعا بتضيفي كيك فمتبقاش باينه. هبتدي كده بقى اسويها بالمنظر دوت. طبعا بعد ما بسويها خالص بشيلها في التلاجه واسيبها شويه لحد ما تتماسك، وبعد كده بضيف عليها السبونج الشوكولاته، عشان انا طبعا المقطع ده انا ما صورتهوش. عندي كمان صوص الكراميل برضو كنت مجهزاه، وابتديت برضو اعمل كده اشكال بعد ما حطيت السبونج الشوكولاته من فوق، عملته كده زي اشكال يعني. وادي كده الكوبايات اللي طلعت من الجاتو، عملت معايا 6 قطع. طبعا شايفين حجمهم حلو جدا جدا. الكيك بقى مش قادره اقول لكم هاش قوي، شايفين مفيش اروع من كده، سهل جدا وبسيط. زينته كمان، حطيت كده كان عندي كمان قطع من الكريز، وممكن عادي طبعا تسيبيه بالشكل ده. تعالوا بقى بصوا، شايفين القطعه الكيك ده يبدو، مش قادره اقول لكم قد ايه هش، قد ايه طعمه حلو جدا جدا، ما خدش معانا وقت اقتصادي. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم، مستنيه بقى تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله.